السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا أشرف خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الجميل وفي هذا البرنامج الطيب أحلامنا الجميلة أن يحقق أحلامنا وأن يجمل أحلامنا وأن يبارك فينا وأن يغفر ذنوبنا ويفرج كروبنا ويستر عيوبنا ويطهر قلوبنا ويوفق طلابنا ويهدي شبابنا ورجالنا ونساءنا وأطفالنا إلى طريق الخير والرشاد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ويرحم موتانا وأن يوسع أرزاقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من فجأة الشر، ونسألك فجأة الخير، ونسألك أن توفقنا إلى كل خير، وأن تجعلنا من أهل الجنة، وأن تباعد بيننا وبين النار كما بعدت بين المشرق والمغرب. آمين يا رب العالمين. يسعدنا ويشرفنا استقبال اتصالات حضراتكم لتفسير أحلامكم بما يمن الله سبحانه وتعالى به علينا من علم. نسأل الله عز وجل أن ينور أبصارنا وبصائرنا وأن يفتح لنا فتوح العارفين. وما كان من صواب فمن الله الحنان المنان، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. نعوذ بالله من شر الإنس والجان. آمين يا رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ عبد الرحيم يقول: رأيت أنني أقرأ قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حنفاء، تكملة الآية: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هو رأى أنه يقرأ إلى قوله تعالى حنفاء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حنفاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين وأن يطهر أعمالنا من الرياء. هذه الآية الكريمة التي رأيت نفسك تقرأها يا أستاذ عبد الرحيم تحثك على وجوب الإخلاص في العبادة، في القول وفي العمل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. نسأل الله تعالى أن نكون منهم، وأن يحسن ختامنا، وأن يميتنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن أهم شيء في أقوالنا وأعمالنا هو النية. إذا حسنت النية قبل العمل، وإن ساءت النية لم يقبل العمل، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأهم شيء هو أن نحسن نيتنا، أن نعمل العمل الصالح لكي يرانا الله عز وجل، ولكي يمدحنا الله عز وجل، لا لكي يرانا البشر ولا لكي يمدحنا البشر. لن ينفعنا البشر يوم القيامة. إذا دخل المراء النار فلن يستطيع هؤلاء الذين كانوا يراؤون أو كان أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا شيخ. إحنا نحن في شوية بنات في الجبان، يعني اللي هي المقابر. نعم، مقابر. وبعدين البنات كلهم فتحت الجبابين، وبعدين شاها رجل اللي حكي جربين كله وطلع التراب منه، وبعدين انا قاعدة اطلع معهم التراب، وبعدين اتغرست في شوية التراب، وبعدين قلت لرجل يعني حرام عليك طلعني طلعني، انا راح جاب حبل وعايز يضربني، قاعدة اقول حرام عليك حرام عليك، وبعدين راح مشادين البنات وطلعوني وهو طلعني.
طب البنات وبعدين يعني راحوا قاعد قاعد يطلع في التراب اللي في البنزين، وانا قاعد ابص على عينيها متجسسه في الارض ما لقيتش. وبعدين راح واحد جه ملتحي، فراح قال لي انا هكتب اكتب الاسم بتاعتي الناس، فراح قال لي على اسمين اللي انا دوت وما ردتش عليه. وبعدين راح ضحك وكتب اسم انا ما اعرفوش ايه. ما كتبش اسمك؟ ده هو قال لي على اسمين من عنده هو، بس اسمين ايه ما عرفتش، مش فاكره الاسمين ايه، مش فاكره اسمين، اسم من عنده هو. طيب وراح كتبهم في دفتر يا شيخ، وانا خايفه من الحين اللي انا شفته بتاع الزبابين دي اتفتحت كله، وقاعد يدخل يطلع التراب كله اللي في المقابر كله، وانا قاعد ساكنه في المقابر وهم حد يشيل من الزباله ثاني في المقابر. طب اسال حضرتك سؤال يا استاذه، حضرتك علاقتك بربنا طيبه؟ الحمد لله. بتحافظي على الصلاة وعلى قراءة القرآن والأذكار؟ الحمد لله، أنا ملتزمة على الآخر، ملتزمة على الآخر، مع إني يعني نعم. مش متعلمة الأمية، بس أنا مرضى في الجامع. الله أكبر، ما شاء الله عليكي. تمام. والله أنا حبيت أتأكد، لأن رؤية بتقول إن حضرتك إنسانة طيبة، اللي بيحلم عزك الله إنه بيكنس المقابر وبينظف المقابر، فإن شاء الله تعالى بعد عمر طويل ربنا سبحانه وتعالى سوف يحسن ختامك بعد عمر طويل. تمام. فأنت تعملين عملا صالحا، أنك تنظفين المقابر، فأنت تطهرين قلبك وتعملين أعمالا لآخرتك، أعمالا كثيرة. وحضرتك قلت أنك تنظفين المساجد، تنظفين مسجد، يعني هناك مسجد تنظفينه. فإن شاء الله تعالى هذا العمل الطيب الذي تعملينه في ميزان حسناتك بإذن الله بمشيئة الله وحسن. بس أنا عايزة رقمك يا شيخ زي بعض. حاضر، خدي من الكنترول يا فندم. نعم، شبارك الله فيك. الله يسعدك، الله يسعدك. زوال هم، زوال هم، هذه رؤية تدل على زوال الهم بإذن الله بمشيئة الله. وهذا الرجل الذي رأيته حضرتك وهو ملتحي ويكتب الأسماء، إن شاء الله حضرتك مكتوبة في الصالحين بإذن الله بمشيئة الله، سوف يزول همك، يفرج كربك، وسوف تحسن خاتمتك بعد عمر طويل بإذن الله بمشيئة الله. أبشر يا أستاذة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأستاذ الفاضل الذي رأى أنه يقرأ وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذه الرؤية تدله على وجوب الإخلاص في العمل. ربنا لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. رب أشعث أغبر لو مد عزكم الله يديه وقال يا رب، ربنا سبحانه وتعالى يقول له لبيك يا عبدي، مع أنه يعني غير مهندم عزكم الله، غير نظيف، فقير، يعني هذا الكلام يدل على أنه فقير جدا جدا، ولكن علاقته بربنا سبحانه وتعالى علاقة طيبة، علاقة نظيفة، علاقة صالحة. هذا الإنسان لو قال يا رب، ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه ويلبي طلباته إن صح التعبير. فالحبيب عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. والرياء هو الشرك الأصغر. نسأل الله تعالى السلامة والنجاة من كل أذى ومن كل شر. فما أجمل أن تعمل الأعمال الصالحة لكي يراك الله، لا لكي يمدحك الناس، لأن الناس لن ينفعوك يوم القيامة أبدا أبدا، ولن يخرج هذا المرائي من النار إن دخل في النار. ولكن إذا عملت أعمالا صالحة ومدحك الناس بعد ذلك، ولم يكن في نيتك أن يمدحوك ولكن مدحوك، خير وبركة. دائما نحن نمدح الطيبين، نمدح أهل الكرم، نمدح أهل الصلاح، هذا خير وبركة. ولكن في نية هذا الإنسان الصالح رضا الله سبحانه وتعالى، ليس في نيته مدح الناس. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، آمين يا رب العالمين. ولذلك الشيطان الخبيث عليه لعنة الله يحببنا في الرياء، يجعل الإنسان دائما وأبدا اللهم سلمنا ونجنا في طبعه الرياء. لكن الإنسان المؤمن حريص يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا رب اجعل عملي صالحا لوجهك الكريم. قال ربي بما أغويتني لا أزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، الذين خلصوا من الرياء، خلصت أعمالهم من الرياء، وخلصهم الله سبحانه وتعالى من كل أذى ومن كل تقصير ومن كل تفريط. نسأل الله تعالى أن نكون من عباده المخلصين المخلصين، آمين يا رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم. الأستاذ محمود يقول: أريد تأويل رؤية ذبح إنسان لإنسان آخر في المنام. الأستاذة أمل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة أمل. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بحضرتك يا فندم. أيوة أهلا بحضرتك. تفضلي يا أستاذة. رأيت أني في مكان مجهول وإلى جواري طفل أو طفلة ومعي حذاء جديد أشرب منه لبن، أحاول أو أردت أن ألبس الحذاء للطفل رغم أنه كبير عليه، ثم رأيت كأني على سلم بيت ربما يكون بيت أمي وأنا أرتدي حذاء لونه لبني جديد نعله أبيض، صعدت السلم حتى أعلاه يعني جوار شقة أمي. نعم. طيب عاود الاتصال يا أستاذ أمل، ولكن أفسر ما وصل لي من حضرتك احتراما لاتصال حضرتك، نسأل الله تعالى أن يبعد عنك أي أذى وأي ضرر، آمين رب العالمين. رؤية الطفل عزك الله أو الطفلة في المنام بشارة خير، الطفل أو الطفلة دائما يكون بشارة خير وخاصة الطفلة البنت، فإن شاء الله تعالى فالحسن سلمنا الله ونجانا. وبعدين حضرتك صعود السلم جميل، يعني إذا رأى الإنسان أنه يصعد السلم رؤية طيبة ودليل على علو المنزلة وعلى علو المكانة بإذن الله بمشيئة الله. وترتدين حذاء أبيض جميل، الحذاء ستر، ستر من لم تكن متزوجة ورأت نفسها ترتدي حذاء سلمك الله فهذا يدل على الزوج، من كانت متزوجة ورأت نفسها ترتدي حذاء فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقها بولد أو بذرية، يعني ولد أو بنت أو بخير، أي خير بإذن الله بمشيئة الله، فهو ستر ورزق بإذن الله بمشيئة الله. وحضرتك صعدت إلى سلم ويعني نهاية السلم كانت شقة واردة حضرتك، فهذا يدل بإذن الله بمشيئة الله على أنك تحاولين إرضاءها وتحاولين بقدر الإمكان أن تنالي رضا الله سبحانه وتعالى في رضا الوالدين. هذا ما وصل لي من حضرتك، أسأل الله تعالى أن تكون رؤية خير بإذن الله بمشيئة الله، آمين رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ محمود أبو فاطمة يريد تأويل رؤية ذبح إنسان لإنسان آخر في المنام. إذا كان الذبح عزكم الله لإنسان مظلوم فهذا يدل على وقوع الظلم والأذى بهذا الإنسان، والمذبوح طيب إذا كان المذبوح ظالما، يعني رأيت أنك تذبح ظالما فهذا يدل على النصر وعلى التخلص من هذا الظالم. طيب من رأى في المنام عزكم الله أنه يذبح حيوانا أو طائرا ممن هو أهل للذبح، يعني حيوان أحل الله تعالى ذبحه أو طائر أحل الله تعالى ذبحه، فهذا يدل إن شاء الله تعالى من ضمن تأويلاته يدل على الزواج أو على سعة العيش بإذن الله بمشيئة الله، أو في هذه الرؤية حث على وجوب التضحية، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول رأي ضحي، طالما أن الله تعالى وسع عليك ضحي، إن كان فقيرا هذه رؤية تدل على أن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقه رزقا كثيرا، وعليه بعد أن يوسع الله تعالى عليه في العيش أن يتصدق وأن ينظر إلى الفقراء والمساكين بعين العطف والشفقة. ربنا يقول وفديناه بذبح عظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ إسلام يقول أريد تأويل رؤية العرج في المنام، يعني عزكم الله إنسان رأى في المنام أنه يعرج، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمرضى جميعا يا رب. إن كان يعرج في الحقيقة، يعني في الحقيقة هو أعرج ورأى في المنام أنه يعرج، فإن هذه الرؤية تدل على أن الله سبحانه وتعالى سوف يشفيه وسوف يعافيه بإذن الله بمشيئة الله. طيب إن كان في الحقيقة لا يعرج ورأى في المنام أنه يعرج، فإن هذه رؤية تدل على أنه إنسان ضال بعيد عن الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يتقي الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله أهلا بك يا فندم.
تفضل. لو سمحت انا حلمت حلم النهارده ان لو سمحت في واحده خيرا ان شاء الله من عندنا من البلد. نعم. كانت في زياره. المهم ايه؟ جت البتاع كان جايبه سبت. المهم بتقول لي السبت في جايبه زياره سبت يعني. نعم نعم. كانت عندي جماعه. المهم بتقول لي خدي نقي اللي انت عايزاه. نعم. جيت نقيت خشوف، سماعه خشوف وجوافيا وعنب. فجيت انا خدت الجوافيا والخشوف، وجيت اختي خدت العنب. فانا كان نفسي في العنب، العنب كان شكله حلو واحمر. فالمهم انا خدته ومشيت، قعدت اشرب في الخرشوف الام وكلته. فجت بنتي بتقول لعمتي، جت انا بحبك اروق في البيت، والمهم رشيت كوز الخرشوف وسبته. جت اللي هي صبيتي دي اخذت البتاع، كانت عايزه شطه ومشت. وانا ما كنت ماشيه على طريق كده، فلقيت فرد الشرب بتاع ابني في ميه في ترعه كده. فالمهم انا جيت عايزه انزل اجيبها، بس الميه دي رايقه خالص ونظيفه. فبقول لحماتي، قالت لي انزلي. فانا نزلت، قالت لي بس اقف على الطوبه دي عشان ما تغرقيش. نزلت جبت فاتح الشرب بتاعت ابني وطلعت. وفرح البيت قدامي كده، لقيت عيش، عيش ياما ومتفحصر. فانا عايزه المه، بس مش عندي، مش انا اللي محصراه. عايزه المه عشان حماتي ما تقولش علي مثلا ان انا مهمله وكده، مع ان العيش ده مش انا اللي محصراه. بس على كده الحلم ده كان ايه، اخد يعني قمت قبل الفجر بساعة. طيب اسأل حضرتك سؤال بعد اذنك. اتفضل حضرتك. يعني حماتك بتعيش معاكي؟ لا احنا يعني كل واحد لوحده، بس ايه يعني هي اكتر من امي، بتعاملني اكتر من بنتها. ما شاء يعني الله. يعني المعاملة بتاعتنا كويسة خالص. وحضرتك بتحرصي بقدر الامكان على ارضائها. ايوه ايوه، هي ما عندكش فكرة يا شيخ. انا ربنا اعلم ان احنا الاثنين مع بعض قد ايه. الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله. طيب. يعني اهل بيتي بيحبوني جدا جدا يعني. تمام ما شاء الله. والله الواحد ممكن اقول لحضرتك رأي كمان لو سمحتي قبل الرصيد نفسه. طيب اتفضلي يا استاذه. انا حلمت من قيمه يومين كده ان صبيتي قايله لها عايزه تجيب زيت وكده. فانا كان معايا طفل صغير، فاديته لاختي. فالمهم ايه، قعدت ادور لها على الزيت وكده. عبين ما جبت لها الزيت، اخدت الولد، كان ولد. جبت لها بيت، بيت زيت، زيت شعر. زيت شعر. عزك الله، زيت زيت شعر. نعم زيت شعر. قعدت ادور لها، المهم جبته لها. المهم انا اخدت، كنت مديها الولد ده لاختي. فاخدت الولد ده من اختي وقعدت ابوس وفرحانه بيه خالص يا يا شيخ. نعم. فالمهم انا عملت في نفس اليوم ده، انا كان عملت اختبار حمل، لقيت نفس حالي في الله. نفس اليوم. الله اكبر. في الحقيقه، في الحقيقه، بس الولد كان حلو خالص، وقعدت ابوس فيه يا شيخ. مبسوطه. الله اكبر ما شاء الله. بس انا مش عارفه يعني، هل الاطفال الصبيان مثلا بيبقى غم ولا ايه؟ لا لا، مش في كل الاحوال. هو في سن 8 شهور كده يا شيخ، بس حلو، عماله ببص فيه. بس انا خدت من اختي. هقول لحضرتك. حاضر ماشي، جزاك الله خير. وجزاك يا فندم، وجزاك. حاضر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الواحد لما يشوف يعني حد جاي له جاب زيارة، ده رزق ان شاء الله تعالى، بشارة بقدوم رزق وخير وبركة. الواحد لما يشوف نفسه بيأكل فواكه او اي اكل او اي طعام، فان شاء الله تعالى ده الفاكهة من التفكه، فرح وسرور. عزكم الله يعني الخرشوف شيء جميل، والعنب طبعا فاكهة جميلة وكده. فربنا سبحانه وتعالى سوف يدخل على قلبك السرور والفرح والبهجة بإذن الله بمشيئة الله. طبعا عزك الله، انت لقيت الشراب عزكم الله بتاع ابنك في المية وجبتيه وكده، فان شاء الله تعالى بعد هم بعد مرض عن ابن حضرتك. يعني انت حريصة على ابنك وتخافين عليه، وان شاء الله تعالى ربنا سوف يقويه. كلما كبر في السن كلما ازداد فهما وازداد تعقلا بإذن الله بمشيئة الله. مياه نظيفة وكده، حياة طيبة بمشيئة الله تعالى ان شاء الله تعالى. حياة ابنك فيما بعد كل ما يكبر تبقى في مال وفي رزق وفي خير بمشيئة الله، لحضرتك ولابن حضرتك بمشيئة الله. الماء لما يكون نظيف ورائق وكده يبقى حياة طيبة ومال ورزق بمشيئة الله. كل ماذا ربنا هيكرمك وهيكرمه. طبعا في الرؤية تدل على ان حضرتك تحرصين بقدر الامكان على ارضاء حماتك. وطبعا رضا الحمام رضا الرب، لان الحماة كالام، المفروض يعني ان تكون الحماة كالام والحمى كالاب. فنسأل الله تعالى ان يجازيك خيرا على حسن معاملتها. طبعا انت شفتي انك انت عزك الله بيجيبي يعني زيت شعر لصاحبتك او كده وجبتي، فاللي بيشوف نفسه بيعمل خير في المنام اذا سوف يدخل عليه الخير.
اشوف نفسي بعمل خير، يبقى ربنا هيجيب لي خير باذن الله بمشيئه الله. وزيت الشعر جمال وزينه، جمال وزينه لحضرتك ولصاحبه حضرتك، في خير لها ان شاء الله تعالى، وانبساط وزينه لصاحبتك ولك باذن الله بمشيئه الله. شفتي ولد مع اخت حضرتك وبعد كده خدتيه وفرحانه ومبسوطه، طالما انك انت فرحانه ومبسوطه باذن الله خير وفرح وسرور، ويدل ان شاء الله تعالى على الحمل، وان شاء الله تعالى ان صدقت رؤيا سوف تكونين حامله بولد باذن الله بمشيئه الله. ابشري، مش دايما رؤيا الولد بتبقى غم، لما الجو حسب الجو بتاع رؤيا، انا اشوف نفسي في جو جميل وفرحان وان شاء الله تعالى ومبسوط، يبقى دي رؤيه طيبه. لكن شفت معايا ولد مثلا اعزكم الله 10 سنين 15 سنه ولا كده، والجو فيه ضيق وفيه هم، يبقى ده مش كويس. لكن انا فرحان ومبسوط، يبقى رؤيه طيبه باذن الله بمشيئه الله. والدليل على كده ربنا بيبشرك، عملت اختبار حملة نفسك حامل، اذا رؤيه طيبه ورؤيه مبشره ورؤيه خير وفاء الحسن. بسم الله ما شاء الله، نسال الله تعالى ان يرزق الجميع بالخير. الأستاذة أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا أستاذة. كنت النهاردة الله ما جعله خير. خيرا. اللي أنا شفت يعني كنت ماشية كده، يعني ليا أختي جاي لها عريس. ما شاء الله. وهو متجوز يعني. نعم. المهم رحنا البيت عندهم، فعندهم مثلا زي ما كنا ماخدة دوار بهم كده وبتاع، وبعدين مشيت كده يعني فين الناس زعلانة في البيت ده. المهم زي ما يكونوا هننزل في حفره كبيره كده وهنقع فيها واحنا ماشيين من على الطريق، ومعايا جدعيل ولاد اخواتي كده، وخايفه نقع في الحفره ديت. بيبقى ايه؟ يعني خايفين تقعوا في الحفره. تمام. عاوز اعدي وخايفه اقع في الحفره. نعم، الحمد لله ان كنتم ما وقعتوش. الحمد لله رب العالمين. هو زي ما تقولي، بس ممكن تكونوا اعزكم الله يعني مقلقين من الشخص اللي جاي يتزوج اخت حضرتك. يعني هو ليه خير فيها ولا ايه؟ لا ما اقصدش في قلق عندكم بالنسبه للموضوع ده، مش كده؟ في تخوف. مش كده؟ لكن الحمد لله ما حصلش وقع في حفره ولا حاجه، فده نجاح يدل ان شاء الله تعالى على النجاح. طالما الواحد مش ما وقعش يبقى ربنا هينجيه. بس الانسان اللي في المكان ده جاي لها يتزوجها برضك ومع عياله كده. جاي لها والله حضرتك، دي بيبقى صلاه استخاره وصلاه قضاء الحاجه وحاجات تانية، لكن موضوع تاني. الواحد تدعي ربنا وتعمل صلاه استخاره وتعمل صلاه الحاجه وتدعي ربنا، وربنا هيوفق. لو كان الموضوع كويس ربنا هييسره، وحش ربنا هيبعده. طب اقول ما نمت انا حضرتك لو سمحت. لكن انك انت ما وقعتيش في الحفره انت والاولاد اللي كانوا معاكم، يبقى ده نجاه. ربنا هينجيكم من مكيده، من ظلم، من اي اذى ان شاء الله تعالى. اتفضلي يا استاذه. طب حضرتك انا حلمت منام ان انا يعني فيه كوم يعني زي الرماد كده بتاع الزباله، الكوم العالي ده. المهم قام نازل عليا، فانا قعدت اقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، تيجي كم مره يعني. الله اكبر. جميل. دي ايه بقى حضرتك؟ دي ايه؟ برضه نجاح. اعزك الله في قوم زباله، في هم، في ضيق. بس لما قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، باذن الله ببركه الشهاده ربنا هيبعد عنك الهم ده، هيبعد عنك الكرب ده، هينجيكي ويحفظك. ودائما الشهاده اعزكم الله، الشهادتين، شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله، هدايه وصلاح احوال وروقان بال، واخده بقى حضرتك، وتحقيق امال وقضاء حوائج. فرؤية بسم الله ما شاء الله جميلة جدا، أبشري بالفرج. شكرا يا عم. والعافية يا أستاذة، ربنا يسعدكم يا رب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدايما يا إخوة، لما يكون الواحد متقدم لوحدة وعزكم الله عنده قلق، عنده تخوف، يصلي صلاة الاستخارة ويدعو الله سبحانه وتعالى، يا رب إن كان خيرا فقربه مني وقربني منه، وإن كان شرا فأبعده عني وأبعدني عنه. دايما كده، ويصلي صلاة الحاجة ويدعي ربنا، فربنا سبحانه وتعالى إن كان الموضوع موفقا وطيبا ربنا سوف يوفقه إليه ويحببه فيه، إن كان الموضوع غير طيب بالنسبة له فإن الله تعالى سوف يبعده عنه. لماذا؟ لأننا فوضنا الأمر لله، لأننا توكلنا على الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعزك الله بالنسبة للعرق، اللي الجزئية الثانية، اللي يشوف نفسه
بيعرق في المنام وهو في الحقيقه ما بيعرقش، رجليه كويسه. نسال الله تعالى ان يشفي مرضانا جميعا. الاستاذه ولاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. انا كنت عايزه احكي لحضرتك ان انا رايت رؤية. خيرا. ان انا وبنتي طلب مني ان انا اعمل تحليل، ورحت علشان اعمل التحليل ده قالوا لي ساعتها ان راحت طمنتني الدكتوره قالت لي ما فيش حاجه، انا بكتب لك علاج وقائي وما فيش اي حاجه. المهم انا بدور على بنتي اللي كانت معايا لقيتها اختفت وجريت بسرعه مني. جريت لقيتها، قعدت ادور عليها لقيتها راحت الصيدليه. فلقيتها الدكتور بيسالها مين يا بنتي الحاجه صاحبه التحليل ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. راحت قالت له ده انا بس عايزه اعرف التحليل في ايه؟ قال لها لا حول ولا قوه الا بالله، ده يعتبر الاجهزه عندها كلها بتتدمر اللي في الجسم، واحنا بنلجا ان هم بيدوها علاج وقائي ودي حاله خلاص لا حول ولا قوه الا بالله يعني بتموت. فانا رحت داخله عليه وقلت له حضرتك انا 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 عايز اعرف الحاله دي فيها ايه، وراح قال لي دي خلاص دي حاله خلاص ما يقص منها. فانا قلت له طب انا صاحبه الحاله دي، قال لي ربنا يشفيكي يا بنتي وتوكلي على الله واتركي امرك لله وحده. الله. بس بعد كده انا مشيت انا وبنتي لقيت ان الدنيا ضلمه جدا ضلمه جدا، يعني كان الوقت متاخر في الشارع اللي ورا والدتي. قابلت واحدة اسمها عزة سلمت عليا، وبعد كده رحت عند والدتي لقيت والدتي ملمومة عندها لمة، أنا مش عارفة اللمة دي لمة فرح لمة إيه، وصحيت على الأذان بيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله بتاع الفجر. الله أكبر. أسرع حاجة ده معناه كويس، لأني أنا عندي مرض اسمه بطانة الرحم المهاجرة. نعم. ولسه خارجة من المستشفى وكانوا بيقولوا لي إن هو منتشر تحت الأمعاء وكده، وإن أنا حالتي دي ممكن إن هو ممكن يخش على الكلى يعمل لي فشل كلوي أو يدمر لي الكبد. كفى الله الشر. فيعني انا قلقانه وخايفه جدا. لا والله بص حضرتك الرؤيه بسم الله ما شاء الله بتدل ان في تعب عند حضرتك فعلا، وفي يعني عزك الله مرض نسأل الله تعالى يشفيك ويعافيكي، ولكن توكل على الله وترك امرك لله. الكلام اللي قاله الدكتور رؤيه الطبيب في المنام شفاء وبشاره خير. اللهم بارك في اطبائنا يا رب وعلمائنا جميعا. فالطبيب في المنام شفاء وعافيه باذن الله بما شاء الله. لو قالك اتركي امرك لله، ان انا حالتي يعني الاجهزه كلها بتتدمر. ما انا بقول لحضرتك بس قالك في الاخر اتركي امرك لله، هو في مرض وفي تعب بس حته لا حول ولا قوه الا بالله واتركي امرك لله ان شاء الله شفاء، بس مع الاخذ بالاسباب. مع الاخذ بالاسباب اشوف دكتور معالج اتابع معاي يكون دكتور طيب وتمام التمام. وطبعا يعني بسم الله ما شاء الله رؤيه الام في المنام فرج باذن الله بمشيئه الله. وبعدين يعني زي فرح، طالما الفرح ما فيهوش عزاك الله موسيقى ولا غناء ولا الكلام اللي احنا عارفينه، لا ما فيش ولا اي حاجه، هي لمت ناس انا يعني لمت ناس من قرايبنا لطف ورحمة. بس انا صحيت على الاذان بيقول الله اكبر لطف تعب عليا نفسي. لما صحيت من النوم قلت خلاص انا كده حالتي خلاص انا بضيع، وبعد كده رحت قلت لا سلمت امري لله، طالما انا عايشه لغايه دلوقتي يبقى انا الحمد لله بخير. لا خير ان شاء الله، ابشري في فرج في شفاء في شفاء باذن الله. وبعدين صحيتي الله اكبر نصر. صحيت على اذان الله على اذان الفجر بالظبط. الله اكبر بشاره خير وفرح بدون الحاجات اللي قلت لك عليها دي، انبساط وسرور وبهجه. ابشري بالشفاء واتصلي وطمنينا باذن الله. يا رب يخليك ان شاء الله. ربنا يشفيك ويعافيك. ربنا يشفيك ويعافيك يا فندم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الرؤيه ما شاء الله فيها توكلي على الله واتركي امرك ربنا، كلها دي بشارات خير في فرج. وبعدين عزكم الله الناس في المنام ما دام مفيش مشاكل ومفيش خناقه وكده يبقى لطف ورحمه هتنزل على حضرتك من ربنا سبحانه وتعالى. والام في المنام رؤيها فرج، وصحيت على الاذان بيقول الله اكبر بشاره بالفرج وبالنصر وبالشفاء، ففي خير باذن الله. ابشري، اسال الله تعالى ان يشفي حضرتك وان يشفي كل مريض، امين يا رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللي يشوف نفسه في المنام انه بيعرج وهو في الحقيقه لا يعرج، فهذا يدل على انه منحرف عن طاعه الله سبحانه وتعالى وهو في ضلال، فهذه الرؤيه ترشده الى وجوب القرب من الله سبحانه وتعالى. ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار، ومن يتولى يعذبه عذابا اليما. اللهم سلمنا ونجينا يا رب العالمين. وبعدين ربنا بيقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
قال ربي لما حشرتنا أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللهم سلمنا ونجينا يا رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم نور أبصارنا وبصائرنا وافتح لنا فتوح العارفين وأبعد عنا كل شر وقربنا إلى كل خير، آمين يا رب العالمين. الأستاذ عبد الرحمن من السعودية يقول: رأيت أنني أصعد جبلا عاليا حتى وصلت إلى قمته. بسم الله ما شاء الله، دي رؤية جميلة جدا يا أستاذ عبد الرحمن. أنت في حياتك تتعب وتكافح وتكد في صعوبات في حياتك، ولكنك بقدر الإمكان تناضل وتثابر وتصبر، وسوف تحقق أمالك بإذن الله بمشيئة الله. مع التعب ومع المشقة سوف تصل إلى ما تريد بإذن الله بمشيئة الله. طيب، إذا صعود الجبل خير وهبوطه شر. الهبوط دايما شر، اللهم سلمنا ونجينا يا رب. وبعدين أعزكم الله، السير على الجبال ابتلاء لأهل هذا الجبل. يعني الأستاذة أميرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذة أميرة، عليكم السلام. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة. بقول لحضرتك أنا حلمت حلم وحش جدا، يعني ممكن أقولك. حلم إيه؟ حلمت أن أنا الدولاب عندي بفتح أول درفة لقيت فيها تعبانين. فيها إيه يا أستاذة؟ تعبانين أفعى وتعبانين. آه نعم، تعبانين. فصورت كده في والدتي كانت موتك التعبان الصغير الكبير دخل كده إيه اتخبى. نعم. فقلت لها خلاص خليه لما يجي يعني جوزي كده يموت. نعم. فتاني درفة فتحتها لقيت حشرات كده كتيره كده طلع كده لبره. فجدتي كانت قاعده فقالت يا ستر رب ايه ده؟ فانا جبت خشبيه كبيره كده قمت استديت الدولاب. فتالت درفه فتحتها لقيت فيها قط اسود بيبص لي كده جامد، قمت قافل الدرفه كده وخفت. الحلم ده اتكرر معايا بعدها بثلاث سنين، نفس الحلم ده اتكرر معايا تاني. يعني حلمته وبعدها بثلاث سنين حلمت نفس الحلم. طب اسال حضرتك سؤال. اتفضل. سعادتك بعد ما شفت الحلم ده حصل لك مضايقات في حياتك من ثلاث سنين؟ يعني كانت مشاكل مع جوزي. مظبوط كده، يعني بعد الحلم ده من ثلاث سنين حصل لك مشاكل مش كده؟ تمام. قبل ما شفت الحلم ده كان في مشاكل، وبعد الحلم ده في مشاكل. وبعد الحلم ده، ما هي واضحه حضرتك ان عزك الله الحشرات والتعبان وكده مشاكل، وفي ناس بتتدخل، الناس دي بتتدخل بالشر بالفتنه بالوقيعه، تمام كده؟ فا فلما اشوف حاجه زي كده يا استاذه دايما اقول اول ما اصحى من النوم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم نجيني من شر الشيطان ومن شر هذا الحلم. دايما كده يا جماعه، اول ما اصحى من النوم واشوف حلم يزعلني كده وضايقني اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم نجيني من شر الشيطان ومن شر هذا الحلم، الحلم يعني. دايما كده عشان ربنا يبعد عني شر هذا الحلم وما يخليش الشيطان يعمل مشاكل في حياتي. أسأل الله تعالى أن يبعد عنك أي أذى وأي ضرر. استعيذي بالله، حتى لو نسيتي أنك تستعيذي أول ما صحيتي من النوم وشفت الحلم ده استعيذي دلوقتي، في أي وقت تفتكري استعيذي. تمام يا أستاذة، وتدعي ربنا يا رب سلم، يا رب استر، يا رب أبعد الهم، أبعد الكرب، أبعد المشاكل. دايما كده نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دائما ندعو بهذه الأدعية وربنا هيكرمنا وربنا هيكرمنا وربنا هينجينا وربنا هيسترنا، لأننا فوضنا أمورنا إليه. أسأل الله تعالى أن يبعد عن حضرتك أي أذى يا أستاذة، آمين يا رب العالمين. بسم الله. الأستاذة نوال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة نوال، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أنا يا دكتور مش بتصل عشان نفسي، أنا بتصل عشان المكالمة اللي كانت بنتي اللي هي كانت بتقول لك إن هي شافت الحلم ولقت بيقولها أبشري والله أكبر، ولقت والدتها عندها لمة والكلام ده، لأنها وجعتني ورجعتني الرؤية شفتها زمان. كان عندي أعزكم الله ابني صغير كان عنده جاله كانسر، وبعدين انا توجهت لربنا والحكايه دي عملت بيها مداخله وقلت سجدت لربنا من اول بالليل لحد الصبح وتوسلت اليه وربنا شفى ابني تماما. الله اكبر. وبعدها شفت الرؤيه ان والدتي شفت نفس الرؤيه اللي شافتها
ان والدتي عندها اللمه والشيخ بيقول لي قولي الله اكبر كلام اللي هي قالته بالظبط. فانا بقول لها يا بنتي انت هتخفي وهتبقي زي الفل وانت وجعتني رسالتك وان شاء الله ان شاء الله بكره تقولي الحاجه نوال قالت وهتبقي زي الفل. وابني ده اللي كان مرض استحاله شفائه كبير دلوقتي وعنده 30 سنه وزي الفل وانت هتبقي زي الفل يا روح ما شاء الله وربنا باذن واحد احد يشفيكي وانا كبيره وان شاء الله دعوتي مستجابه يا رب يا استاذه. ادعي لها بالله عليكي ادعي لها بارك الله فيك يا حاجه نوال. بسم الله ما شاء الله يعني اتصال جميل جدا واتصال طيب ومبارك من الحاجه نوال. اسال الله تعالى ان يبارك في عمرها وان يجعلها من اهل الخير واهل الصلاح واهل الفلاح. وجزاها الله خيرا على هذه المكالمه الطيبه المباركه التي تطمئن فيها الاستاذه التي اتصلت بنا. وكما بشرناها من خلال الرؤيه احنا مش بنجيب كلام من عندنا والله ولا بنالف ابدا. وما ينفعش ان احنا اعزكم الله نضحك على الناس لان ده زي فتوى يعني الرؤيه دي زي فتوى. لو ما وصليش حاجه وما عرفتش حاجه فيها اقول ان انا مش عارف حاجه فيها دي فتوى بالظبط. فلما بنبشر حد بنبشره من خلال الرؤيه مش بنقول له ابشر وهو الرؤيه ما فيهاش ابشر. لا بنقول ابشر وان شاء الله الرؤيه فيها ابشر. مش بنالف حاجه من عندنا. لو فيها اذى ولا شر بنقول يا رب ابعد عنه الاذى وابعد عنه الشر واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وربنا مش هيضرك. يعني دائما كده يا اخوه دي مسؤوليه ودي امانه. يعني اي اتصال من حضراتكم للعبد لله او لاي احد من العلماء الذين يفسرون امانه في اعناقنا. نسال الله تعالى ان يقوينا وان يعيننا. فابشري كما بشرتك الحاجه نوال بالشفاء باذن الله بمشيئه الله. وربنا يبارك لك يا حاجه نوال في اولادك واولاد اولادك وبارك في عمرك ويجعلك سعيده في الدنيا والاخره بعد عمر طويل امين يا رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا بالنسبة لرسول عبد الرحمن من السعودية بيسأل عن صعود الجبل. جميل جدا الصعود كله جميل سلم جبل كله كويس بس الجبل مشقة لأن جبل كبير وضخم وصعب فمعنى ذلك أنك سوف تحقق أمالك بمشقة. من رأى عزكم الله أنه يسير فوق الجبل يدل على الابتلاء لأهل هذا المكان. أهل هذا المكان الذين يسكنون بجوار هذا الجبل سوف يحدث لهم ابتلاء طبعا والله أعلم في كل ما نقول. كل ما نقول من تفسير حتى إن لم نقل بأفواهنا الله أعلم قلوبنا تقول ذلك. الأستاذة أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أستاذة. يا شيخ في واحدة شافت رؤية. خيرا إن شاء الله. هي شافت كده بس ماسكه ملابسها ولما اخذ رفعت نزلت الشط شويه فشافت حته من فرجها. نعم بس يعني كده. الله اكبر رؤيه جميله بسم الله ما شاء الله. هو اعزكم الله رؤيه اعزكم الله الفرج فرج باذن الله بمشيئه الله. فقد تكون هذه الاخت التي رات ذلك او رؤية لها ذلك ان شاء الله تعالى يفرج الله كربه. فأبشر يا أستاذة بالفرج بإذن الله بمشيئة الله. لسه في وقت يا أستاذ؟ طيب إذن أعزكم الله اللي يشوف نفسه بيسير فوق جبل ده ابتلاء لأهل المنطقة أو المنطقة التي حولها الجبل أو يسكنون حول الجبل. الجبل الأخضر حاكم عادل يعني مرأة في المنام جبلا أخضرا يدل على الحاكم العادل. عزكم الله من رأى أنه يهرب من طوفان ويصعد عزكم الله ولا لم يركب سفينة وهرب من طوفان ولم يركب سفينة يدل على الهلاك زي ما حصل لابن نوح. قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله. اللهم سلمنا ونجينا يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا وشكرا لكم حسن استماعكم وحسن مشاهدتكم وبارك الله فيكم. وموعدنا غدا إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.